السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة ماجدة جبريل، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، جامعة عين شمس. إن شاء الله هنبدأ دلوقتي شرح الفصل السابع، والفصل السابع بعنوان تصميم المنتج والخدمات. في الفصل السابع بنتكلم على مجموعة من النقاط، بنتكلم على أهمية قرار تصميم وتطوير المنتج، أهمية إدارة العمليات في تصميم وتطوير المنتج، أنشطة تصميم وتطوير المنتج، مراحل تطوير المنتج وخطوات التصميم، ودورة حياة المنتج وأهميتها في التصميم، وأيضا أدوات تصميم المنتج وتصميم المنتج في مجال الخدمات، ثم مجموعة من الحالات التطبيق. بنبدأ حضراتكم بالجزء الأولاني اللي هي النقطة الخاصة بأهمية قرار تصميم وتطوير المنتج. طبعا قرار تصميم منتج جديد أو تطوير منتجات حالية بيعتبر من القرارات الاستراتيجية اللي بيبقى ليها أثر كبير على ربحية المنظمة ودرجة نموها. ولو نجحت المنظمة في تقديم منتج متميز التصميم من حيث المظهر الجذاب، سهولة الاستخدام، الاقتصاد في التشغيل، فالمنظمة بتحقق رضاء العملاء وبالتالي بتكتسب ميزة تنافسية، بالإضافة إنها بتحقق الكفاءة في استخدام الأمثل لمواردها بالنسبة لعملية التصنيع. غالبية المنظمات قامت بتطوير وتحسين تصميم المنتج، ونتيجة لكده حققت خفض في تكلفة. بننتقل للنقطة ثانيا اللي هي بتتكلم على أهمية إدارة العمليات بالنسبة لتصميم المنتج. إدارة العمليات بتعمل على تسهيل تجميع المواد، وده بيؤدي لخفض الوقت اللازم للإنتاج، بالإضافة إن بيبقى فيه تقليل في المخزون وإدارة فعالة للمخزون، خفض التكلفة وبالتالي زيادة الربحية، وأيضا رفع مستوى الكفاءة والجودة والاعتمادية والمرونة. بننتقل للنقطة ثالثا اللي هي بتتكلم على أنشطة تصميم وتطوير المنتج. تحديد احتياجات ورغبات العملاء ومحاولة تحقيقها وزيادة عليها، دي هي الأساس في تصميم منتج جديد أو تطوير منتج قائم. وبالتالي تحتاج عملية تصميم المنتج أفكار جديدة، أفكار مختلفة تواكب حركة السوق وتواكب أيضا التغيير المستمر بالنسبة لأذواق العملاء. ومن الأساليب اللي بتستخدم عشان أقدر أولد عدد كبير من الأفكار الابتكارية أسلوب العصف الذهني، أو اللي احنا بنسميه البرين ستورمينج. بننتقل إلى أنشطة تصميم وتطوير المنتج. فتصميم المنتج بيشمل العديد من الأنشطة، منها ترجمة احتياجات العملاء ورغباتهم إلى مواصفات فنية يمكن إنتاجها، إعادة تصميم المنتجات الحالية لظروف المنافسة أو الاعتبارات الفنية، التوصل إلى تصميمات جديدة للمنتج، تحديد مستويات الجودة في مكونات وأجزاء المنتج، إعداد نماذج للاختبار، تنفيذ التصميم. بننتقل للنقطة رابعا اللي هي بتتكلم على مراحل تطوير المنتج. عندي أربع مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي عبارة عن دراسة السوق عشان أجمع معلومات عن خصائص المنتج والسعر المناسب ليه، بطور التصميم الأولي والتصميم التفصيلي للمنتج، وفي المرحلة دي بيتم إعداد رسومات للمنتج ومكونات من خلال استخدام الحاسب، وبيتم تحديد التكلفة ودرجة الجودة. بيحصل تقدم نحو التصنيع، وبيتم إنتاج المنتج في هذه المرحلة على نطاق ضيق، وحتى يتم إجراء التعديلات المرتبطة بخفض التكلفة وتحسين الجودة عشان أتعرف على مدى تقبل العملاء بالنسبة للمنتج. بتيجي المرحلة الرابعة اللي هي تعديل تصميم المنتج، والمرحلة دي بيتطلب إجراء تعديل في تصميم المنتج حسب طبعا احتياجات العملاء وظروف. بننتقل للخطوة خامسا اللي هي تتكلم على خطوات تصميم المنتج. فعندي بالنسبة للمنتج الجديد سبع خطوات رئيسية. أول خطوة إن أنا بطبق فلسفة التصميم للإنتاج من خلال إن أنا ببسط التصميم، بقلل عدد الأجزاء المستخدمة، أيضا بحقق توافق بين التصميم والماكينات الهندسية، وبحاول أمنع المشكلات قبل وقوعها. بعد فريق للتصميم بيتكون من خبرات مختلفة، بتعرف على آراء العملاء عشان أجري التغييرات حسب رغباتهم، وبستخدم عمليات معروفة ومكونات معيارية،
ببسط عمليات التجميع وبحدد المسموحات في المنتج، وبراعي المطابقة للمواصفات، وبراعي الأمان، براعي الاستخدام. بننتقل إلى النقطة سادسا اللي هي بتتكلم على مراحل دورة حياة المنتج وأهميتها في التصميم. أول مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج هي مرحلة التقديم، ومرحلة تقديم المنتج الجديد. المرحلة دي بيكون التصميم في هذه الحالة غير مستقر، نتيجة أن المنتج في هذه المرحلة بيتعرض للتعديل والتطوير حسب احتياجات العملاء. بيدخل المنتج بعد كده في مرحلة النمو، بيبدأ التصميم في الاستقرار، وبيبدأ العميل يزود الطلب على المنتج. بعد كده بيدخل المنتج في مرحلة النضج، بيحدث استقرار في السوق، وبنستفيد من وفرات الحجم الكبير من خلال إنتاج كميات كبيرة، وبالتالي بخفض التكلفة وبزود الأرباح. في المرحلة دي اللي هي مرحلة النضج، السوق بيبدأ في التشبع، وممكن إن احنا نحافظ على هذه المرحلة من التشبع من خلال الإبداع والابتكار في المنتج. بندخل بعد كده في مرحلة التدهور والانحدار، وغالبية المنظمات بتبذل أقصى جهدها عشان توجد بدائل في هذه المرحلة، عشان تعيد تصميم المنتج أو تضيف بعض التعديلات عشان تمنع من مرحلة التدهور والانحدار اللي ممكن تحصل في المنتج. في شكل بيوضح لنا مراحل دورة حياة المنتج. الشكل بيتكون من محورين، محور أفقي بنمثل عليه الزمن، ومحور رأسي بنمثل عليه الطلب. وآجي عندنا الأربع مراحل من مراحل دورة حياة المنتج. مرحلة التقديم اللي هي في بداية حياة المنتج بيكون الطلب منخفض لحد ما، بعد كده بيزيد الطلب في مرحلة النمو، بيوصل لأقصى مرحلة من الطلب في مرحلة النضج. وإذا لم تقم المنظمة بالتطوير والتحسين في تصميم المنتج في مرحلة النضج، فبيدخل بعد كده في مرحلة الانحدار ويقل الطلب على المنتج. بندخل بعد كده في النقطة سابعا اللي هي بتركز على أدوات تصميم المنتج. فعندي مجموعة من الأدوات ممكن نستخدمها في تصميم المنتج، زي بيت الجودة، زي أسلوب تاجوشي، زي التصميم باستخدام الحاسب، زي برامج التوجه البيئي، والتصميمات الصديقة للبيئة. بنستعرض في البداية وظيفة الجودة وبيت الجودة، إنه بيعتبر أحد العمليات اللي بيتم من خلالها تحديد متطلبات واحتياجات العميل، وترجمة هذه المتطلبات من مواصفات عامة لمواصفات فنية بالنسبة لكل وظيفة وكل جزء من أجزاء المنتج ممكن إن احنا ننتجه. بيت الجودة بيتكون من مجموعة من المصفوفات بيتم تنسيلها في جدول، بهدف إن أنا ببسط الجودة الوظيفية للمنتج، وممكن إن احنا بنستخدم الأسلوب البياني لتحديد العلاقة ما بين احتياجات العميل والمنتج. لو شوفنا حضراتكم خطوات بناء بيت الجودة، أول خطوة هي تحديد احتياجات العميل، الخطوة الثانية بنحدد كيفية إشباع متطلبات العميل، وبعدين بنبني مصفوفة لتوضيح العلاقة ما بين احتياجات العميل والمنتج، بنحدد العلاقة بين أجزاء المنتج، بنطور الأجزاء الهامة، بنقيم المنتجات المنافسة، وبنحدد الأسلوب المناسب لمقارنة خصائص أداء الشركة مع خصائص أداء الشركات المنافسة اللي هي بنسميها البنشمارك. أيضا من خلال بيت الجودة بنحدد احتياجات العملاء، وبنصمم خصائص المنتج اللي بتعتبر مدخلات للبيت الثاني بالنسبة للجودة، ومخرجاته هي عبارة عن المكونات الخاصة اللي بتعتبر المكونات الخاصة دي مدخلات للبيت الثالث، ومخرجاتها اللي هي عملية الإنتاج بتعتبر مدخلات للبيت الرابع عشان أقدر في النهاية أحقق متطلبات العملاء. وطبعا في شكل بيوضح لنا تتابع بيت الجودة لتحقيق متطلبات العملاء. فالبيت الأول هو عندي الخصائص الخاصة بالمنتج، والبيت الثاني هي عبارة عن المكونات الخاصة، وطبعا خصائص المنتج دي بتدخل كمدخلات للبيت الثاني، وباخد المكونات الخاصة بتبقى مدخلات للبيت الثالث اللي بتكون عملية الإنتاج، وباخد عملية الإنتاج كمدخلات للبيت الرابع اللي أنا بضعها في خطة الجودة. لو شفنا اسلوب تاني في من ادوات تصميم المنتج اللي هي اسلوب تاجوشي، فده بيعتبر من اكثر الادوات استخداما في تصميم المنتج، لكن في بعض الصعوبات بتظهر في تنفيذ هذه الطريقه لو احنا عندنا منتجات كتيره ليها مواصفات مختلفه، فده بيتطلب ان احنا نجري عدد كبير من التجارب.
الأسلوب ده بيعتمد على إجراء الاختبارات وإعادة التصميم عشان نقلل الاختلافات في الجودة. الأسلوب الثالث هو التصميم باستخدام الحاسب، وبيعتمد هذا التصميم على تصميم المنتجات باستخدام برامج معينة وعمل رسومات وتعديلها وتطويرها على شاشة الكمبيوتر. أسلوب التصميم باستخدام الحاسب بيحقق مجموعة من المزايا، منها توفير الوقت والجهد ورؤية التصميم بأبعاده المختلفة وتخزين أكبر قدر من التصميمات والاستفادة. أيضا من ضمن أدوات تصميم المنتج برامج التوجه البيئي والتصميمات الصديقة للبيئة، والبرامج دي بتهدف إلى عمل تصميمات صديقة للبيئة عشان أقدر أقلل من الفائد والمواد السامة والخطرة، وبتبع هنا مجموعة من الإجراءات اللي بتعمل على استخدام مواد قابلة للتدوير أو غير ضارة بالبيئة اللي هي بيطلق عليها التصنيع الأخضر. بننتقل لنقطة سابعا اللي هي تصميم المنتج في مجال الخدمات. بنتبع نفس المبادئ المستخدمة في تصميم السلع، على الرغم أن في بعض الصعوبات في تصميم الخدمات، لكن في تصميم الخدمة بنركز على مجموعة من النقاط. النقطة الأولانية أن أنا بحدد درجة تدخل العميل في عملية تصميم الخدمة، بيبقى في سرعة مطلوبة في تصميم الخدمة، بحدد نوع الخدمة المقدمة سواء كانت للسوق أو للطلب، وبشوف المساحة الجغرافية اللي بيتم فيها. بنبتدي مجموعة من الحالات التطبيقية بالنسبة لتصميم المنتج. الحالة العملية الأولى أو المثال الأول بيقول: ينتج مصنع الأمل 3000 وحدة يوميا، الوقت النمطي لإنتاج الوحدة 12 من 100 ساعة، الكفاءة الفعلية للتشغيل 75 من 100، والآلة تعمل لمدة 8 ساعات يوميا. المطلوب تحديد عدد الآلات اللازمة للإنتاج اليومي، فإحنا بنحدد هنا البيانات الموجودة في التمرين: حجم الإنتاج اليومي اللي هو 3000 وحدة، الوقت النمطي لإنتاج الوحدة 12 من 100 ساعة، الكفاءة الفعالية للتشغيل 75 من 100، والآلة بتعمل يوميا. بنحسب في البداية الوقت النمطي بالنسبة للإنتاج، بيساوي حجم الإنتاج اليومي في الوقت النمطي لإنتاج الوحدة اللي هو 3000 وحدة في 12 من 100 ساعة اللي هو الوقت النمطي، يطلع الوقت النمطي الإجمالي 360 ساعة. الخطوة الثانية بنبتدي نحسب الوقت الفعلي للإنتاج، بنشوف الوقت النمطي للإنتاج بنقسمه على الكفاءة الفعلية للتشغيل، فبنقسم 360 ساعة على 75 من 100، يطلع الوقت الفعلي للإنتاج 480 ساعة. الخطوة الأخيرة بحسب عدد الآلات، بأن أنا بشوف الوقت الفعلي للإنتاج بقسمه على عدد ساعات العمل اليومي، فبقسم 480 ساعة على 8 ساعات يوميا، بيطلع إنها عبارة عن 60 ساعة. نشوف حالة عملية تانية أو تطبيق تاني. بنقول عملية صناعية بياناتها كما يلي: الإنتاج المطلوب 16000 وحدة في الأسبوع، الأسبوع 5 أيام، اليوم 8 ساعات، كفاءة التشغيل 66%، النسبة المتوقعة للعوادم 3%، والمطلوب تحديد عدد الآلات اللازمة للإنتاج اليومي. بنبتدي حل التمرين. أول حاجة بنحسب عدد الوحدات المطلوب إنتاجها أسبوعيا، بيساوي الإنتاج المطلوب في نسبة الإنتاج الفعلي وبقسم على 100. بحسب نسبة الإنتاج الفعلي عن طريق بتساوي نسبة الإنتاج المطلوب زائد النسبة المتوقعة للعوادم. نسبة الإنتاج الفعلي نسبة الإنتاج المطلوب اللي هي 100% والعوادم 3%، فبجمع عليها 3%، يبقى لازم تكون نسبة الإنتاج الفعلي 103%، عشان ما استبعد العوادم اللي هي 3% تفضل لي الإنتاج السليم 100%. يبقى الإنتاج المطلوب عندي هنا اللي هو 16000 وحدة بنضربه في 103% هيبقى الناتج 16480 وحدة أسبوعي. الخطوة الثانية بحسب عدد الوحدات المطلوب إنتاجها بالساعة، بقسم حجم الإنتاج الأسبوعي على ساعات العمل اليومي. حجم الإنتاج الأسبوعي اللي هو طلعناه دلوقتي 16480 على عدد ساعات العمل الأسبوعية، هم بيشتغلوا 5 أيام وفي اليوم 8 ساعات، يبقى 40 ساعة. بقسم على 40 ساعة، يبقى عدد الوحدات المطلوب إنتاجها في الساعة 400 الساعة. الخطوة الثالثة ان انا بحسب كمية الانتاج للآلة الواحدة بكفاءة 66%، فبتساوي 412 ساعة دي 412 واحدة بضربها في 66% اللي هي نسبة الكفاءة، بيطلع كمية الانتاج للآلة الواحدة 272 واحدة. يبقى الخطوة الرابعة بحسب عدد الآلات المطلوبة، بقسم عدد الوحدات المطلوب انتاجها في الساعة على كمية الانتاج للآلة الواحدة بكفاءة 66%،
فاحنا قلنا عدد الوحدات المطلوب انتاجها في الساعه 412 ساعه، وكميه الانتاج للاله الواحده بكفاءه 66% 272 وحده، يبقى عدد الالات المطلوبه 412 وحده على 272 وحده، يطلع ان احنا محتاجين لالتين عشان نتم. نشوف حالة عملية تالتة. بنقول تحتاج إحدى السلع في إنتاجها العشر عمليات متتالية، يقوم بكل منها نوع مختلف من الآلات، وذلك النحو التالي، ومديني جدول في العملية وفي الوقت اللازم لتشغيل الوحدة بالدقيقة. وبيقولك إذا علمت أن السوق يستوعب 600 وحدة أسبوعيا، وأن عدد ساعات العمل الأسبوعية للآلة هي عبارة عن 40 ساعة، المطلوب حدد عدد الآلات اللازمة لتجهيز هذا المصنع، ما هو معدل التشغيل الفعلي لهذه الآلات؟ إذا زاد الإنتاج الأسبوعي إلى 1200 وحدة، احسب أثر ذلك على عدد معدل تشغيلها. لو شفنا الحل، فالخطوة الأولى بنقول إذا كان إنتاج 600 وحدة أسبوعياً يتم في 40 ساعة، إذن الوقت اللازم لإنتاج الوحدة اللي إحنا بنحدد به سرعة الخط الإنتاجي بيساوي عدد ساعات العمل الأسبوعية على حجم الطلب في الأسبوع. فبنشوف عدد ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة، والساعة 60 دقيقة، فبنضرب 40 في 60 عشان نطلع الناتج بالدقائق، ونقسم على 600 وحدة، يطلع سرعة الخط الإنتاجي 4 دقائق. الخطوة الثانية، لو كان الإنتاج 1200 وحدة في الأسبوع وده بيتم إنتاجه في 40 ساعة، يبقى الوقت اللازم لإنتاج الوحدة قد إيه اللي هو سرعة الخط الإنتاجي؟ نفس الفكرة، بنقول عدد ساعات العمل الأسبوعية بنحولها لدقائق، 40 ساعة في 60 على حجم الطلب في الأسبوع هنا اللي هو 1200 وحدة، يطلع سرعة خط الإنتاجي في الحالة. الخطوة الثالثة، إن إحنا بنحسب عدد الآلات، فعدد الآلات بيساوي وقت تشغيل الوحدة الفعلي على سرعة الخط الإنتاجي. طبعا أي كسر في عدد الآلات بنقربه إلى أقرب رقم صحيح الأعلى، بنحدد سرعة الخط الإنتاجي قبل الإضافات بسرعة أبطأ مرحلة موجودة عندنا في الجدول اللي هو موجود في التمارين في الكتاب، ودي بتساوي 10 دقائق. بنفرض أن عدد الوحدات قبل الإضافة اللي هي 10 آلات، باعتبار أن كل مرحلة بيها آلة واحدة، فمكان معدل التشغيل قبل الإضافات بنقدر نحسبه بيساوي الوقت الفعلي على عدد الآلات في سرعة الخط الإنتاجي، فبيطلع عندي 61.7 دقيقة ده قبل الإضافات. بيبقى عندي جدول بيوضح كيفية عمل التوازن بالنسبة لخط الإنتاج. الجدول ده بيتكون من أربع خانات رئيسية، الخانة الأولى فيها العملية أو المرحلة اللي هي معلومة في التمرين، من 1 لـ10 عندي 10 مراحل أساسية، وعندي الوقت اللازم للتشغيل بالوحدة من المرحلة الأولى للمرحلة الـ10، وبجيب الإجمالي الخاص بهذا الجدول، يبقى إجمالي الوقت اللازم للتشغيل اللي هي الخانة الثانية بالوحدة بالدقيقة، إجمالي الوقت اللازم لتشغيل الوحدة بالدقيقة بيطلع 61.7. بعد كده بحسب عدد الآلات في كل مرحلة في حالة إنتاج الجزء الأولاني، فبقسم الوقت اللي موجود عندي على سرعة الخط الإنتاجي عشان أقدر أطلع عدد الآلات، وبجمع في الخانة الثالثة عدد الآلات بيطلع 19,000، وبحسب عدد الآلات في المرحلة الثانية، وبجمع عدد الآلات في كل مرحلة بيطلع الإجمالي 33. الخطوة الرابعة اللي هي حساب معدل التشغيل الفعلي في حالة إنتاج 600 وحدة، اللي هي بتساوي الوقت الفعلي للتشغيل على عدد الآلات في سرعة الخط الإنتاجي، وطبعا هنا بضرب في 100، فهيطلع عندي 81%. وبحسب أيضا معدل التشغيل الفعلي في حالة إنتاج الحالة الثانية اللي هي 1200 وحدة بنفس الفكرة، الوقت الفعلي للتشغيل على عدد الآلات في سرعة الخط الإنتاجي في 100، فبيطلع 100%. بنكتب تعليق صغير بعد ما بنحل التمرين، بنقول إن زيادة الإنتاج الأسبوعي من 600 وحدة ل 1200 وحدة أدى إلى زيادة عدد الآلات من 19 آلة إلى 33 آلة، ونتيجة زيادة معدل التشغيل الفعلي من 81% ل 93%، يعني بمقدار زاد من مقدار 12%، معدل التشغيل بعد عمل التوازن على خط الإنتاج في حالة 600 وحدة أصبح 19.3%، عن طريق إن إحنا
طرحنا 81% ناقص 61.7%. في حالة إنتاج 1200 وحدة نسبة الزيادة كانت بمقدار، بنعمل عملية طرح ما بين 93.61.7، يبقى الزيادة هتطلع 31.3% في حالة 1200 وحدة. في مثال آخر برضو بالنسبة لتصميم المنتج. المثال بيقول: قامت إدارة البحوث والتطوير بالشركة العربية للأجهزة الكهربية بتصميم منتج جديد يمكن تصنيع أو شراء أجزائه. في حالة الشراء لكمية قدرها 10,000 وحدة، تبلغ تكاليف الأجزاء بالنسبة لوحدة المنتج 2 جنيه للوحدة المطلوب. هل يجب على الشركة تصنيع هذه الأجزاء أم شرائها؟ إذا كان تصنيع هذه الأجزاء سيكلف 5,000 جنيه مقابل العدد والماكينات، بالإضافة لواحد وثلاثة من عشرة جنيه تكاليف متغيرة للوحدة المطلوب الثاني به، يمكن للشركة أن تستخدم أساليب إنتاجية أوتوماتيكية لتصنيع هذه الأجزاء، وفي هذه الحالة تبلغ تكاليف الآلات 15,000 جنيه، وتبلغ التكلفة المتغيرة للوحدة 60 جنيه. فهل الأفضل أن تقوم الشركة بتصنيع هذه الأجزاء أم شرائها؟ المطلوب الثالث: إذا اتخذت الشركة قرار بالتصنيع، فهل تستخدم الطريقة ألف أم الطريقة ب الأوتوماتيكية؟ فهنا بنستخدم مجموعة من الخطوات بالنسبة للحل. الخطوة الأولانية إن أنا بحسب إجمالي تكاليف الشراء عن طريق ضرب عدد الوحدات المراد شرائها في سعر شراء الوحدة. بحسب أيضا إجمالي تكاليف التصنيع باستخدام الطريقة ألف، بشوف التكاليف الثابتة تساوي عدد الوحدات المراد تصنيعها في التكلفة المتغيرة للوحدة، وبعد كده بقارن ما بين التكلفتين. يبقى هنقول يجب أن تصنع هذه الأجزاء لأن تكاليف التصنيع أقل من تكاليف الشراء. الحالة الثانية: إجمالي تكاليف التصنيع باستخدام الطريقة ب، بشوف التكلفة الثابتة وبشوف عدد الوحدات وبشوف التكلفة المتغيرة للوحدة، فبجمع التكاليف الثابتة زائد عدد الوحدات مضروبة في التكاليف المتغيرة للوحدة، وبعمل عملية مقارنة، بلاقي إن من الأفضل شراء هذه الأجزاء لأنها أقل تكلفة من التصنيع الأوتوماتيكي. يبقى المطلوب الثالث برضو ان الطريقة الاكثر مناسبة لتصنيع هذه الاجزاء هي الطريقة الف لانها اقل تكلفة من الطرق الاخرى. بكده يبقى انتهينا من شرح الفصل الخاص بتصميم المنتج. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.